خمس قرى بواقع أكثر من 1000 عائلة في أطراف بغداد لا تصل إليها مياه الشرب رغم وجود مضخة ماء صالحة للاستهلاك، إلا أنها متوقفة عن العمل لعدم تأمينها بشكل متكامل من قبل أمانة بغداد. سكان المناطق المتضررة اجتمعوا للقاء من تقع عليه المسؤولية من تزويد تلك المناطق بالمياه، وجاء الرد قلة التخصيصات المالية. هذا مو جهة ترفيهية، هذا رجال ميدان يفتح على المواقع، عنده مخصصات يكتبها بوصله ووصله للدائرة. أمانة بغداد اللي إذا تعاني من عنده من تريد تقدم على طلب، كل شيء ولا تقول له أنت نفذ، لأن إمكانيات مالية ما عندهم. إحنا قلنا لهم كمواطنين متبرعين، عمي الحالة المادية إحنا ميسورة والحمد لله، إحنا نعاونكم. ووعدونا المهندس أستاذ عدي، أوعدنا بطلب قدمنا، أكو قطعة أرض تابع على الأمانة بنصب مضخة مياه 100 متر مكعب اللي هي تخفف من شحة المياه المنطقتين أو ثلاثة، يقولون قاع ماكو. أني مسؤول أمام التلفزيون وأمام حضرتكم، أني أتبرع بقطعة خاصة شقد 400 متر 600 متر، أنا أشتريها على حساب الخاص وأتبرع بها للدولة، بس خلي ينصبوا لنا مضخة لهاي المناطق الثلاثة. إذا نشتري مي مشترى الله وكيلك، يعني سيراد مولع إيراد مطارات بالمجمع مال المضخة ما يجيبوه، كل ما نروح نبلغهم يا اي اي وكذا ما يجيبوا، كل ما نقول لهم ما حيجي. يعني هو مجمع كامل، مجمع كامل بس يراد للصيانه، يراد مطورات، يراد شرات بسيطه، بس هم ها اي كتابنا وكتابكم وهاي وكله. صار لكم ايش قد على هالوضعيه؟ والله صار لنا هواي، لا يوم ولا يوم هواي. ما تتحمله القوات الأمنية من مسؤولية حفظ الأمن في البلاد لم تمنعها من العمل بمجال الإنسانية أيضاً، لتضع بصمتها هنا من خلال إرسال تناكر ماء صالح للشرب وتزويد العائلات به ضمن حملاتها المتجددة، مؤكدة على استمرار دعمها حتى تستجيب الجهات المعنية بحل مشكلة إيصال الماء. بصراحة حسب توجيهات السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية المحترم اللواء صالح العامري والسيد قائد الفرقة الثانية، المبادرة عدد العجلات الإسقاء الوجبة الأولى حاليا 10 تناكر إسقاء الوجبة الأولى، وإن شاء الله راح تكون على شكل وجبات للمنطقة، وراح تستمر إن شاء الله إلى أن يتم تصليح الأنابيب المياه الخاصة بالمنطقة في منطقة الرضوانية. يلجأ السكان هنا إلى شراء المياه من أصحاب تناكر جوالة تزيد من مخاطر استخدامها كونها مأخوذة من الأنهر والمبازل، وبذلك يتضاعف حجم المشكلة لتتحول إلى أزمة صحية نتيجة تلوث تلك المياه. ندى المرسوم من بغداد، التغيير.